أكد أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين مجد الدين المنزلاوي أن تعميق التصنيع المحلي أمر أساسي يحمل الكثير من الإيجابيات. وأوضح المنزلاوي أن تعميق التصنيع المحلي سيسهم في زيادة حجم الإنتاج وفرص التصدير. تعميق التصنيع المحلي الحقيقة أساسي وله نتائج كثيرة، لأن تعميق التصنيع المحلي بيعني أكثر من حاجة إيجابية. الحاجة الأولانية أنه بيعني زيادة الاستثمار، لأن أي تعميق لتصنيع يجب أن نضخ استثمارات جديدة عشان نقدر نعمق الصناعة في هذا المجال. الحاجة الثانية، أول لما بنزود حجم الاستثمار بيدي نتيجة على طول لزيادة حجم الإنتاج، يبقى الناتج القومي ممكن يزيد. ولو زاد حجم الاستثمار والناتج القومي ده بيدي فرصة للتصدير، وبالتالي أحد النتائج الإيجابية لتعميق التصنيع المحلي هو زيادة حجم الصادرات. فالمعادلة بتتم الحقيقة بنتائج مهمة جداً.